موجز من العربية لأبرز التطورات. أهلا بكم. الجيش الإسرائيلي يعلن بدء التوغل البري في جنوب لبنان ويطلب من سكان نحو 30 بلدة إخلاءها. الجيش اللبناني ينفي انسحاب عناصره لعدة كيلومترات عن الحدود مع إسرائيل ويقول إن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأبنية. قوات اليونيفيل تؤكد أن قوات حفظ السلام ما زالت في مواقعها رغم التطورات الخطيرة في لبنان وتشير إلى أن إسرائيل أبلغتها بنيتها التوغل البري في لبنان. حزب الله يطلق صواريخ فلسطينية من لبنان تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل. مراسل العربية أفاد بسقوط 5 منها ما أدى إلى إغلاق طريق رئيسي في إسرائيل. الأمم المتحدة تقدر نزوح أكثر من 300 ألف طفل في لبنان خلال الفترة الأخيرة. ورئيس حكومة تصريف الأعمال يطلق نداء إنسانيا عاجلا بقيمة 426 مليون دولار لتلبية احتياجات نحو مليون نازح.